لا علاقة لها بالدين، بدعوى أنه لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، طرح مختل. فما بعث الله الأنبياء والرسل بهذه الشريعة المحكمة إلا ليسوسوا أقوامهم، ما أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين وبهذا القرآن إلا ليقيم به أمة. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، ما أنزل الله القرآن ليقرأ على الأموات أو لتحلي به النساء صدورهن أو لتزين به الجدران أو ليوضع في علب القطيفة الفخمة الضخمة ليهدى لسادة القوم وعلية الناس في المناسبات الرسمية والأعياد الوطنية، وإنما أنزل رب البرية هذا القرآن على سيد البشرية ليقيم به أمة، ليحقق به التوحيد، ليعبد به الخلق للحق تبارك وتعالى. نعم أيها الأفاضل، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فلا بد من أن تخرج الأمة من حالة الغبش العقدي والتعبدي والفكري والأخلاقي والسلوكي والتعليمي والإعلامي والتربوي والاقتصادي والثقافي والعسكري إلى غير ذلك. حالة الغبش التي تحياها الأمة الآن لن تمكن الأمة قط، ولن تنصر لله دينا أبدا. فلا بد من إسقاط الشعارات الخادعة واللافتات المضللة التي أسميها بلافتات الضرار، ليتمايز الناس إلى فريقين: فريق إيمان لا نفاق فيه، وفريق نفاق لا إيمان فيه. نعم لا بد من التمايز الآن. ثانيا بإيجاز شديد جدا، الاعتصام بالله وتحقيق الإيمان. جربت الأمة أن تعتصم بالشرق، وجربت الأمة أن تعتصم بالغرب، فذلت وهانت، وآن لها أن تعتصم بالله جل وعلا وحده. قال تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. الآية: الاعتصام بالله سبيل النجاة، طريق النجاة. لا بد أن نعتصم بالله، إذ لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه. وقد نصحت إخواننا في غزة في أحداثهم المروعة أن يقطعوا العلائق والأواصر، وأن يجعلوا علاقتهم بالله، وأن يجعلوا اعتصامهم بالله سبحانه وتعالى. فلا مخرج لهذه الأمة الآن وسط أحجار النظام العالمي الجديد الذي لا يحترم إلا الأقوياء ولا يحترم إلا العاملين المبدعين. لا مستقبل لهذه الأمة إلا إذا عادت واعتصمت بالله، واعتصمت بكتاب الله وبمنهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. روى الإمام البخاري من حديث البراء بن عازب: لما انتهت معركة أحد اقترب أبو سفيان من معسكر المسلمين ونادى وقال: أفي القوم محمد؟ فقال النبي: لا تجيبوه، ما تردوش عليه. فكررها أبو سفيان ثلاثا، فلما لم يجبه أحد اطمأن إلى أن النبي قتل، فنادى أبو سفيان ثانية: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فقال النبي: لا تجيبوه. فكررها ثلاثة، فلما لم يجبه أحد اطمأن إلى أن الصديق هو الآخر قتل، فقال أبو سفيان: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال النبي: لا تجيبوه. فكررها ثلاثة، فلما لم يجبه أحد اطمأن إلى أن عمر هو الآخر قد قتل، فقام أبو سفيان يرتجز ويقول: أعلو هبل، أعلو هبل، ينادي على اسم إله مكذوب من آلهتهم الباطلة. وهنا لم يتحمل النبي هذا المساس بالعقيدة، وإنما قال للصحابة: ألا تجيبوه؟ ردوا عليه. لاحظ أنه من لحظات كان يقول بأبي وأمي وروحي: لا تجيبوه، لأن القضية كانت متعلقة بالأشخاص، ولو كانت بشخصه صلى الله عليه وسلم، لكنها في هذه المرة تتعلق برب العزة، تتعلق بالعقيدة، تتعلق بالتوحيد، تتعلق بالدين. قال: ألا تجيبوه؟ يقول أبو سفيان: أعلو هبل. فقال: ردوا عليه. قال: وما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي: ألا تجيبونه؟ قال: وما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم.
الاعتصام بالله وتحقيق الإيمان. أنا أقول بملء فمي ورب الكعبة، لن تنصر الأمة ولن تمكن ولن تعز ولن تستخلف إلا إذا حققت الإيمان. فتحقيق الإيمان الخطوة العملية الأولى على طريق النصر والعزة والكرامة. فالإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. الإيمان يا أحبابي ليس كلمة ترددها الألسنة فحسب، بل الإيمان عند أهل السنة قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ترجم الإمام البخاري في كتاب الإيمان بابا بعنوان باب الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. لا أريد أن أطيل لأن الوقت أزف على الانتهاء. تحقيق الإيمان. ثالثا، تصحيح ما فسد وعوج من الأخلاق. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذابت أخلاقهم ذهبوا. لابد من الخروج من حالة النفاق العملي التي نحياها الآن بهذه الهوة الرهيبة بين أقوالنا وأفعالنا. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. رابعا أيها الأفاضل، تحقيق الأخوة الإيمانية. انبذوا العصبية وانبذوا الفرقة وامتثلوا أمر الله ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وامتثلوا أمر الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واحذروا من قول الله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ولا بد أيضا من الإعداد الإيماني والتعبدي والأخلاقي والسلوكي والإعلامي والعسكري والاقتصادي والتربوي، ثم الإبداع في مجالات الحياة. يكاد قلبي أن ينزف حينما أرى أقل قطعة غيار لسيارة أو حتى لدراجة لا زالت الأمة تستوردها من الخارج. لماذا لا يبدع شبابنا؟ لماذا لا تصنع أمتنا؟ أمتنا لن تكون كلمتها من رأسها إلا إذا كانت لقمتها من فأسها. أمة لا زالت تستورد سلاحها من يد عدوها لا يمكن أن تنصر. أمة لا زالت تنتظر معونة من يد عدوها لا يمكن أن تستقل بقرارها. لا بد من الإبداع يا شباب الأمة، لا بد من العطاء. وإن أعظم خدمة نقدمها اليوم لدين الله هي أن يشهد كل واحد فينا الإسلام شهادة عملية إبداعية إنتاجية خلقية عطائية في مكانه الذي هو فيه. نحن لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى خطباء أو إلى دعاة على المنابر، وإنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منبر واحد، ألا وهو منبر الإسلام، كل في موقع إنتاجه وموطن عطائه. وأخيرا أقول بملء فمي، لا تقنطوا ولا تيأسوا، وجددوا الثقة في وعد الله وفي وعد رسول الله. فمهما انتفخ الباطل وانتفش كأنه غالب فإنه زاهق، ومهما زوى الحق وضعه كأنه زائل فإنه ظاهر. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وقال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال جل وعلا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأتعمد أن أختم اللقاء بنقولات من أمريكا وبريطانيا وفرنسا. مجلة التايم الأمريكية تقول في كلمات شبه حرفية: وستشرق شمس الإسلام من جديد، ولكنها في هذه المرة تعكس كل حقائق الجغرافيا، فيتشرق من قلب أوروبا، تلك القارة العجوز التي بدأت فيها المآذن تزاحم أبراج الكنائس، والمصلون يملؤون المساجد، ويبقى صوت الأذان مع كل صلاة شاهدا على أن الإسلام يكسب كل يوم أرضا جديدة وأتباعا وجدوا فيه الطريق. جريدة صندي تلغراف البريطانية تقول إن سر انتشار الإسلام على نطاق واسع في هذه السنوات ليس له من سبب إلا أن الناس من غير المسلمين بدأوا يتطلعون لمعرفة الإسلام والقراءة عنه، فوجدوا فيه ضالتهم، ورأوا أن الإسلام هو الدين الأسمى الذي يمكن أن يتبع،
وهو الدين.